His Excellency, Mr. President, distinguished heads of state and government, dear colleagues, excellencies, this is a crucial juncture where bloodshed prevails over restraint and common sense. Last couple of weeks have already left an indelible mark in our minds. إنه من الصعب لنا أن نصدق ما الذي حدث بالفعل في قطاع غزة. آلاف المدنيين قتلوا في هذا العام في هذه العمليات أمام أعيننا. كذلك أيضا هناك مأساة كبيرة في فلسطين، وأصبحت هناك مذابح كثيرة في فلسطين، وليس هناك أي عذر من أجل تطبيق هذا العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة. يجب أن هناك إدانة كبيرة لكل هؤلاء المدنيين الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع. إن المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معنا وإرسال رسالة واضحة في هذا المنعطف الخطير. إن على إسرائيل أن تتوقف عن عملياتها العدائية وأن أيضا تتبع التاريخ الطويل، وعلى إسرائيل أيضا تلتزم. إن إسرائيل استغلت بعض الصداقات من أجل عشان عمليات ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا استهدفت المستشفيات. ومن الناحية الأخرى أود أن أذكركم جميعا أن هناك أن هذا المساعدات المتوقفة على الشروط ليست من الحلول السليمة المستدامة، ولكنها تعمق من الاحتلال، لأن هذه السياسات تتجاهل المعادلة الكاملة، وهو أن يكون هناك طرف فلسطيني. كذلك أيضا يجب أيضا أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي. إن هناك يجب أن يكون هناك احترام للقيم والقيم الحقيقية. حتى الآن إسرائيل استفادت من هذه الإخفاقات الكثيرة، وكذلك أيضا إن إسرائيل تستفيد من هذه المواقف الحالية، وأيضا وتقول بأنها لديها تسامح ديني، ولكنها ليست كذلك، لأن إن إسرائيل قامت باستهداف المدنيين في القدس الشرقية وفي كل مكان في فلسطين. إن أيضا إسرائيل قامت بسجن مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسمي ذلك بأنها حماية ضد الإرهاب. إن إهانة حياة الشعب الفلسطيني، فإن المعاناة الفلسطينيين تستمر، ولكننا لن نسمح بالمزيد من إهانة للشعب الفلسطيني، لأن هذه الأزمة إذا ما استمرت فإنها قد تمتد إلى النطاق الإقليمي الشامل. كذلك أيضا يجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في هذه المنطقة، وهذا منعطف خطير. يجب في هذا المنعطف الخطير، وإن تركيا تؤمن تركيا بأن الطريق الصحيح يبدأ من وقف أعمال العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة. كذلك أيضا يجب أن نستفيد من كل الجهود للعودة إلى مرة أخرى إلى مسار السلام القائم على أساس دولتين، وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة في إلى ما قبل الحدود 67، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وهذا هو هذا هو أمر ضروري استراتيجي من أجل سلام وأمن المنطقة، ونحن جميعا نتفق على ذلك. ولكن هذا ليس كافيا، يجب أيضا أن نبدأ بتنفيذ هذه القرارات فورا في هذه المنطقة. يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة والتحقق من كل التزام الأطراف في من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل. إن تركيا ملتزمة في تحمل المسؤولية من أجل حماية كرامة الشعب الفلسطيني وحماية جميع الشعوب. لذلك فإنني أشكر جمهورية مصر على استضافة هذا الحدث العظيم وعلى جهودها. شكراً.